حاول الفرنسيون استمالة الشريف أحمد الخمليشي نظرا لتواجده بأعالي ورغة وإجبال القبائل الصنهاجية الملتفة حوله ككتامة وزريقث وتغزوت وترقيس وابن بشير وغيرها التي كان وجودها داعما قويا لقبائل ورغة العليا، حيث عمدت فرنسا في هذه المناطق الجبلية بالاستنجاد بالزوايا والطرق الصوفية لتقسيم صفوف المجاهدين ولحصر تحركات الثورة الريفية. وكان أهم المتعاونين الذين اعتمدت عليهم فرنسا كثيرا هو الشريف محمد بن المكي الوزاني وأيضا الشريف عبد الرحمن الدرقاوي، إضافة إلى قائد مرنيسة عمر بن حميد المرنيسي الذي ربط علاقات بضباط الاستعلامات الفرنسية وعمل على نسف حركة المقاومة بمرنيسة وباقي القبائل بأعالي ورغة. وكان أخطر عنصر يهدد ثورة الخمليشي وثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي والثورة الريفية عموما. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على جوانب من شخصية عمر بن حميدو كمندس وجاسوس كبير سعى بكل جهده إلى إفشال الثورة الريفية حتى سمي بالبياع والجاسوس الكبير لفرنسا، وكيف سعت فرنسا إلى حمايته وإنقاذه. شهدت مرحلة 1920-1921 تأجج الصراعات بين قبائل ورغة التي رفضت دعم حركة الشريف أحمد الخمليشي وسعيها إلى طرده، وكان هذا الموقف راجع إلى الانتصارات التي حققها الزعيم الخمليشي بمعية الشنقيطي والحجامي والبقالي وحميد الوزاني وتنامي نفوذ الخمالشة بالمنطقة وتقلص سلطة أعوان فرنسا خاصة قائد مرنيسة. ويمكن تفسير الأمر من ناحية أخرى إلى الصراع حول الزعامة، تبينت رغبة قائد مرنيسة عمر بن حميدو ومعه عبد الملك محي الدين الجزائري الذي ظهر بورغة وخاصة بمرنيسة في تنحية الشريف أحمد الخمليشي كي يتسنى لها السيطرة على المنطقة. وقد استطاع عبد الملك محي الدين الجزائري تغيير الأمور لصالحه بأعالي ورغة، خاصة بعد تنامي تحركاته على طول الجبهة، حيث كان يحاول دائما إظهار نفسه كزعيم وقائد للمقاومة، وذلك بالدخول في اشتباكات مع القوات الفرنسية ومحاولة إرغام الشريف الخمليسي وأنصاره على التراجع، الشيء الذي أدى إلى اصطدام قوات الشريف الخمليسي وأنصار القائد عمر بن حميدو المرنيسي الموالين لفرنسا، نتج عنه استشهاد الزعيم أحمد الخمليشي بمنطقة مشكور من قبيلة متيوة في 5 أبريل 1920. وباستشهاد أحمد الخمليسي تكون فرنسا قد قادت على حركة المقاومة بأعالي ورغة، إلا أنها لم تكن تضع في حسبانها أنها ستشهد في السنوات الموالية صداما أعنف مع حركة لا تقل شأنا من الحركة الخمليشية، وهذه الحركة هي التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي في ثورة الريف. بعد استشهاد الشريف أحمد الخمليسي في 5 أبريل 1920 وذلك باصطدامه بقوات عمر بن حميدو قائد مرنيسة، قاد حركة المقاومة بالمنطقة الشريف محمد بن علي سليطن شيخ زاوية إيفانسا، والذي عزز الحضور الخمليشي بالجبهة، وتزامن ذلك بظهور حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي ما بين 1921-1926 والذي قاد حركة الجهاد بالريف، حيث سينضم الشيخ محمد سليطن إلى حركة عبد الكريم محمد بن عبد الكريم الخطابي وسيصبح أهم القادة الميدانيين. أما على مستوى جبهة ورغة فقد استطاعت فرنسا أن تضم أعالي ورغة إلى منطقة الحماية الفرنسية، حيث خضعت قبائل المنطقة للمستعمر والتزمت بتأدية الضرائب على أراضيها والتعهد بحراسة ضواحي ورغة. وفي خضم هذه الأوضاع كانت الدعاية التي أطلقها شيخ زاوية بوغليب حول حركة عبد الكريم الخطابي قد لقيت تجاوبا كبيرا في قبيلة مرنيسة،
وقد حاول كل من عمر بن حميد المرنيسي والشيخ عبد الرحمن الدرقاوي شيخ الزاوية الدرقاوية ببني زروال الثانية الساكنة على الانضمام إلى الثورة، إلا أن محاولتهما الهادفة إلى زعزعة الحركة الريفية قد لقيت فشلا ذريعا. وكما هو معروف على عمر بن حميد المرنيسي الغدر واقتناص الفرص، فقد خطط هو عبد الملك محي الدين الجزائري لاغتيال محمد بن عبد الكريم الخطابي، هذا الأخير الذي كان مستقرا بقبيلة مرنيسة وبالضبط بزاوية الولي الصالح سيدي علي بن داود، غير أن هذه المؤامرة افتضح أمرها ودارت بعدها معارك طاحنة بين قوات محمد بن عبد الكريم الخطابي وأتباع قائد مرنيسة على الحدود الفاصلة بين قبيلة بن عمارت وقبيلة مرنيسة، سقط فيها قتلى من كلا الجانبين. وقد تواصلت المعارك بين عمر بن حميد المرنيسي ومحمد بن عبد الكريم الخطابي الذي كان يعمل في الخفاء للقضاء على قائد قبيلة مرنيسة، وبعد 3 أشهر عن المعركة تمكن الخطابي من هزمه، مما أرغمه على الفرار بجميع عائلته إلى المنطقة الفرنسية، حيث أعطى المارشال يوطي أوامر باستقبال القائد المطرود وبإبقائه بعيدا عن الجبهة، فاستراحت من تشويشه القبائل وانضمت جميعها إلى صف عبد الكريم الخطابي. وقد راسل المارشال ليوطي في 18 فبراير 1924 رئيس الحكومة ورئيس الشؤون الخارجية بباريس السيد بوانكاري يخبره بما آلت إليه الأوضاع في ورغة العليا، وقد أورد في رسالته قائلا: لقد أرسل عبد الكريم قواته، يعني عبد الكريم الخطابي قواته إلى ورغة العليا للسيطرة على الأوضاع بعد انتصاره النهائي على عمر بن حميدو ونهبه وحرق منازله والقرى المجاورة لقريته والسيطرة على المحلات الريفية على مجموع شمال مرنيسة. وتؤكد هذه المراسلة على أن الأمير قد أدعنت له سائر القبائل بشمال مرنيسة والقبائل المحادية لورغ الوسطى. خلاصة القول: لم تخلو الثورة الريفية في محاولتها للأولى ولا مع عبد الكريم الخطابي من محاولة لإجهاضها وإفراغها من محتواها، نظرا لكثرة الجواسيس والخونة والبياعة والمخبرين وسعة فرنسا وإسبانيا عن طريق الاستعلامات الفرنسية والإسبانية إلى خلق مزيد من المخبرين والجواسيس ونشرهم في المنطقة الريفية في محاولة للقضاء على ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي الوليدة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.